صحيح. وإله يعني حتى القطاع، مش قطاع المرأة، الرجل برضو كان له دور كبير في دعم المرأة، وبيؤمن في قدراتها وإنه إلها هي دور كبير في إنها تغير في المجتمع. نعم. أنا بعرف، وإحنا يمكن كلنا متفقين أن المجتمع المعاني هو مجتمع محافظ وكباقي يعني الأسرة الأردنية كاملة، لكن هناك خاصية لمعان هي قريبة من عدة دول، قريبة من المملكة العربية السعودية، قريبة من الخليج العربي، قريبة من مصر، قريبة، وهي طريق الحاج، كانت يعني سابقا كانت تسمى، والآن هي الطريق الرئيسية، الطريق الدولية الرئيسية، هي المحافظة الوحيدة اللي بتقدم الخدمات للحجاج الآن. ممتاز. أنا بدي أسألك، الرعاية الصحية في معان هل ترقى لأن تكون رعاية صحية على طريق دولي أم لا؟ يعني طبعا لا، طبعا يعني بالنسبة للرعاية الصحية الموجودة أو الإمكانيات الموجودة في مستشفى معان لا ترقى للمستوى أنها تكون على طريق دولي، أو حتى لا ترقى على مستوى أنها تكون مستشفى رئيسي لمحافظة يقطنها لا يقل عن 100,000 نسمة. نعم. تعرف المستشفى بتخدم مدينة معان وأقضيتها والألوية الموجودة، الألوية المجاورة والبادية. نعم. والطريق الدولي، أنا الطريق يعني الدولي السعودي، العراق، الحقيقة مصر. يعني عبارة عن، خلينا نحكي، ممكن أنه إسعافات أولية زائد بعض العمليات البسيطة ممكن يتم إجراءها. طيب. في مستشفى معان، غير هيك كل تحويل لعمان. طبعا احنا خلينا ننتقل لموضوع تاني، وصحيح احنا في عندنا كثير مواضيع، أجندتنا طويلة. نعم. جدا، بس احنا خلينا نتكلم هم عظيم تواجه الأمة بأسرها، الأمة العربية كليتها، هي اللجوء. احنا يعني في معطيات عندنا بتقول المنظمات العالمية او ما من يعنى في الشأن الأردني والشأن السوري والشأن المصري وكذا، وشو ان الآن 18% من سكان الأردن او ما يزيد عن 18% هم من اخواننا اللاجئين السوريين. هل يوجد عندكم لاجئ سوري في معان؟ نعم موجودين. نعم. كمياتهم كبيرة اكيد. نسبة عالية تقريبا. يعني في يعني انتم بعتقد انه في عندكم 2150 اسره في معان تقريبا بحدود 7000، يعني ما يتجاوز عن 8000 شخص. نعم. بعتقد تقريبا. طيب شو اثر هذا على انت يعني كسيد، انت شو اثر وجود اخواننا اللاجئين السوريين في معان على المجتمع المحلي؟ طبيعه اللاجئ او طبيعه الشعب السوري هو حرفي مهني. نعم. دخل على الاسواق، يعني الاسواق بمعان، فمسك المهن هاي والحرف، فزادت البطاله. زادت البطالة عند الأردن. زادت البطالة. نعم. يعني هو بأجر قليل. بساعات عمل أطول. نعم. كونه في منظمات بتدعمه، يعني مع المنظمات مع راتبه ممكن يمشي، مش زي المواطن الأردني. أجار البيوت يا أخي. والحاجة. أجار البيوت الآن ارتفع نسبة 100 و150%، يعني في جميع أنحاء المملكة وعندنا في معان. نعم نعم. طبعاً إحنا بنرحب في إخوانا السوريين اللاجئين والعراقيين، وإن شاء الله إنه الله يعني يهدي الأمور عندهم ويرجع الأمن والاستقرار لجميع الدول العربية، وإن شاء الله إنه ما نشوف المكروه اللي شافوه. لكن قدر الله وما شاء فعل. الآن يعني الشعب السوري بيعاني من مصيبة في سوريا، قاعد الكارثة بتنتقل من سوريا للأردن بطريقة غير مباشرة، يعني الوجود المتزايد والنزوح المتزايد من سوريا للأردن بيرفع في نسبة البطالة. نعم. مما يزيد نسبة الفقر. كمان راح يرفع نسبة الفقر عندنا. نعم. زي ما تفضلت الأخت عاهدة، يعني لعدة أسباب، اللي هو يعني قلة الأجور هذا. نعم. سبب من الأسباب. الشغلة الثانية اضطرارية المواطن السوري للعمل. تمام. نعم. لكونه الآن في منطقة إذا ما اشتغل صعب إنه يعيش. نعم. إحنا معنا اتصال. شكرا لك. معنا اتصال، تفضل. مين؟ ألو، مساء الخير. أهلا وسهلا. ألو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. معك واجد بيضي من الكرك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك، وبقول كل اهل الكرك واهل البيضين اهلا بيك يا اخي. تفضل. والله حاب امسي على عطوفه الاستاذ ماجد الشراري. اخي الكريم، بس اذا تكرمت يعني انت استمع للتليفون بدل ما تفتح التلفزيون، لانه الصوت شوي. ان شاء الله ان شاء الله. ماشي. تفضل. يا سيدي، حاب انا امسي على الاستاذ ماجد الشراري. استاذ ماجد الشراري. على ماجد الشراري، اهلا وسهلا. اه هيا تفضل معك. هلا خالي، اهلين. كيف الحال؟ هلا.
والله منور الشاشة، واحنا متابعينك ومتابعين جهودك ونشاطاتك يا خال في خدمة معان في أهل معان. تسلم تسلم خالي. والله مو مقصر، والله يقدرك على خدمة معان خالي و... إن شاء الله خدمة معان وخدمة الوطن. شكرا لك. ومعنا اتصال ثاني من السيد محمد آل خطاب، أهلا وسهلا. الله يمسيكم بالخير يا ميت، أهلا وسهلا. الخير يا سيدي إليك ولضيوفك الكرام. يا مرحبا، أهلا وسهلا. احنا من شدة على إيد الأستاذ ماجد الخطاب، ويعني احنا نتمنى أنه يكون في تنسيق مع النواب ومع الأعيان الأخوان المعنية، يعني مش بس المعنية اللي في مدينة معان، اللي على مستوى المحافظة يعني يكون يعني مطالب يكون أفضل من هيك، يعني دعم البلدية، لأن البلدية صدقا يعني عليها ديون ووضعها يعني مش ولا بد يعني. فاحنا بنتمنى من المسؤولين المعنية يعني دعم البلدية، حتى الأخ ماجد والفريق اللي معاه يعني يكون عملهم متواصل إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. شكرا لك. وإحنا يعني هذا مطلب رئيسي، ويعني من على هذا المنبر نناشد الحكومة الأردنية ونناشد جميع المسؤولين سواء من معان أو من غير معان، أن يقفوا إلى جانب أهل معان والمعانية وبلدية معان لخدمة المواطن الأردني. وأنا أود القول وعلى الهواء مباشرة أنني بصفتي أمثل عدة منظمات إنسانية عالمية، أعدكم بإذن الله أننا سنكون بينكم ومنظماتنا لكي ننهض ونعمل بعض المشاريع الإنتاجية لأهلنا في معان، كي تعود بإذن الله لنساهم بعض الشيء مع أهلنا في معان لتجاوز هذه المحنة الشديدة. تسلم أستاذ. ستي بدي أسألك، أنت أولا سيدة، ويعني السيدة دائما تعنى بالمرأة وتعنى بالطفل، الطفل اللي معاني وين هو في هذه المشكلة؟ وين شو قصة الطفل اللي معاني؟ تعليم، صحة، الصحة والترفيه. ترفيه. خلينا نتكلم، تفضل. لا، بالنسبة للرعاية الصحية طبعا دون المستوى، الرعاية الصحية دون المستوى. نعم. زي ما حكى سعادة رئيس البلدية انه مستشفى معان يعني ما فيها كامل الأمور المتخصصة إلا الطفل يأخذ كامل حقوقه الصحية. نعم. وبالنسبة للتعليمية برضو مستوى التعليم متدني في محافظة معان. نعم. والترفيه هاي غير موجودة، يعني ما بدنا نحكي إنه هو الترفيه مش موجود في كل الأردن، مش موجود يعني مش إنه لذلك أولادنا دائما مكشرين. إحنا بدنا يأثر على العنف، بيأثر على العنف. نعم. يعني بيخلي عندهم نفسية مضطربة وحرمان و... نعم. يعني كما يعني نقول ونناشد دائما، الفقر هو العدو الشرس، وهناك تحديات عظيمة جدا في معان وغير معان. نود أن نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم. نحييكم من قناة نورمينا الأردن. أعزائي المشاهدين، عودة معكم ومعان وهم أهل معان والفقر وحربنا على الفقر في معان وفي كل مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.
أحبائي، نبكي عندما نستمع بأن طفل ينام جائعا، لكن يجب قبل أن نبكي يجب أن نهب إلى هذا الطفل وإلى تلك العائلة لنعطيهم ما يستطيعوا أن ينتجوا كي يأكلوا ويشربوا ويعيشوا عيشة هنيئة. الأردن هو المعطاء، الخلق هو عنوان رئيسي في معان وفي كل محافظات المملكة، لكننا نواجه حربا شرسة، وأصر على هذه الكلمة، بأن الفقر والبطالة هم عدوان لدودان، عداوتهم كعداوة أشرس الأعداء من خارج الوطن. هناك تحديات عظيمة تواجه معان، شح المياه وعدم وجود سدود. معان بينزل عليها أمطار هائلة جدا وكميات هائلة جدا ومساحتها كبيرة، لا يوجد تجميع للمياه. الثروة الحيوانية كأنها انتهت، تتلاشى. نعم. وبطبيعة أهل معان هم من مربي الأغنام والمزارعين وكذا وشي، تلاشي الثروة الحيوانية إيش أدى عندكم؟ يعني أي انعكاسات سلبية في المجتمع. نعم. تمام. طبعا نتيجة بتوصلنا للفقر. نعم. للفقر الآن، يعني الفقر زي ما حكيت أنت مؤشر خطير، يعني وسيدنا عمر رضي الله عنه قال لو الفقر رجل لقتلته. صحيح. فيعني المواشي، نعم، الثروة الحيوانية بلشت تتلاشى. تمام. طبعا حرمت المنطقة من أشياء كثيرة. أولا يعني كان في مربين منتفعين من هذا الشيء. أه. تمام. كان في تجار يعني تاجروا في الجلود، يبيعوا المنتجات الحيوانية. نعم. كمان انحرموا من هذا الشيء. الآن المرأة البدوية والمرأة المعانية كانت تصنع الجبن، تصنع السمن، تصنع اللبن. الآن كمان حرمت من البسط، حولنا جزء كبير من المجتمع، من أبناء معان، من منتج، يعني الدورة الزراعية وقفت. نعم. نعم. فهذا طبعا بعود لعدة أسباب. أول شيء زي ما حكينا اللي هو التغول على مصادر المياه، تمام، حرمان المنطقة، عدم توفر السدود زي ما تفضلت. نعم. مياه الديسة طبعا هي مياه الديسة، يعني إن شاء الله أنها بتكفي الأردن، بس هذا لا يعني أن نعتمد على مصدر واحد. نعم. يعني الأمطار اللي بتنزل على الأردن يعني كميات مهولة جدا، لكن بتنزل مرة واحدة زي التركة بكبوها مع السلامة. ارتفاع أسعار الأعلاف. عدم توفر الدعم الكافي للمزارع من قبل وزارة الزراعة. برضو كمان هذا يعني جانب أثر على التربية. في تواجد لوزارة الزراعة في داخل مدينة معان أو في 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 في, في الريف المعاني، في البادية المعانية؟ والله يعني ما بنقدر احنا نحكي انه ما لهم دور، بس مش هذاك الدور القوي. طبعا كل انسان او كل مؤسسة حسب الامكانيات اللي بتتوفر لها بتشتغل. ما في انسان ما بحب يشتغل او ما بحب يعمل. لكن انا لما بتيجي بتقول مثلا هي 1,000,000 دينار لمحافظة معان اصرفهم في هالسنة، شو بدك يكفوا؟ نعم.